وبينا ضيوفنا لاعب السابق وترجي سامي العروسي. اهلا بك. مرحبا ومرحبا بسادة المستمعين اكسبريس اف ام. ايضا زميلي وصديقي وليد قلفيل. شنو احوالك خويا؟ شرفنا بحضورك. سلام وسعيد جدا بحضوري معك اول مره في البلاتو نتاعك، ويعطيك الصحه على الخدمه اللي قاعد تخدم فيها. ربي يفضلك. نشوف فيك متابعه وفيه وليد ديما في اللايف. ديما 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 انت باش تعمل لي مشكلتي باش تعمل لي مشكله في خدمتي الاخرى. انت تو تقول لك مسايب الخدمه ويتبع في ليميسيون سبور. لا خويا نتبع فيك خاطر بالحق خدمتك مزيانة، خدمتك ممتازة، ضيوف متاعك ممتازين كذلك، تبع في الاكتواليتي معناتها كل شيء تبع فيه. يعطيك الصحة وبون كونتينياسيون. فكرتني سامي انت فرحوا بيك البارح كي سمعوا بيك جاي هنا. سلام تقريبا انت عاد نسيت اللي فما فما اللي فما فما نقولوه نحن اللي فما فما بون اللي ماشي اللي خاطر يمكن تحل في مواضيع كبيره على الترجي يمكن هكا معناتها ما نعرفش نحل على الكل على الكل. ما ديما جماهير الترجي يعني تغير على جمعيتها. وانت شنو رايك؟ انا مع الحق. انا مع الحق وما خالف حد في رايه، لكن انا جيت باش ندافع على جمعيتي وباش نحكي على جمعيتي وزاد نحكي اذا كان ثم نقائص جمعيتي باش نحكي. هو انت هنا بلاش تدافع سامي، جيت باش تقول اللي فما اللي فما. انا فهم. يعرفوني يقول لي ثم 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 حاجه تبين نقولوا بها، اذا كان ثم نقائص نقولوا نقائص. هذيك هي سيمونجي بن ابراهيم ظهر لي ولد الدار. مرحبا بك سيمونجي. شكرا اخوي اسلام وبارك الله فيك سورتو بور تا سانسيريتي، لان اليوم راهو الشعب التونسي ما شاء الله يفهموا كره بالكدا بالكدا، واذا كان تعرف كيفاش تعدي له الرساله هذه يقبلها ويقبل حتى ثم نقد يقبلها. انا نتفكر مع اخويا سامي حكينا على الترجي والكلام اللي حكيناه على الترجي الذي التونسي صار، وهو شفنا قاعدين نشوفوا شنو اللي قاعد صاير معناها بعد ساعات. ان توكا او نيفو دي ريكروتمون ثم بوان دانتيروغاسيون، لان اليوم الترجي تو با تو بيرميتر اليوم كيما الترجي بتجيب ملاعبيه اللي هما ماهمش احسن من الملاعبيه اللي موجودين عندك. اليوم محبين الترجي التونسي وتبارك الله دون تو لي دومين ما شاء الله ان كلوب تري تري بيان اورغانيزي، لكن اذا كان ثم حاجه يا با دو ريزون باش ما نقولوش الحاجات في مصلحه الترجي التونسي باغ اكزومبل. فمش كان ترجي لعبه البارحه جوني كانت لعبه نحكيو على انا بور بارلي دو سا مي الناس كل بيان سور الناس كل لعبه البارح، لكن نقول اللي اليوم راهو احنا اون نو بو افونسي كافيك لي كريتيك. حاجه مش ريغلومون دو كونت، لا كريتيك الي بعد ساعات راهو الي بوزيتيف، معناتها تو بو تنجم تبني على الحاجه اللي صارت وبقدره ربي ثم كان الخير. اي مادام شادين صحيح تحبوا تحكوا على الراجل خلينا ندخل في الموضوع طول. ظهر لي ديما نفس الموضوع يتعدى الانتقالات للاداره الفني بعد كل مقابله ترجي ديما رغم النتائج، نامن نحقق نتائج ما شاء الله معين شعباني مع ترجي، لكن ديما الانتقادات موجوده. سامي كيفاش شفت انت البارح ترجي في نسخته الجديده خاصه تقريبا كيب كامله منتخب من قدام للتالي، اذا كان مش في تونس يلعب في الجزائر، اذا كان مش في الجزائر في ليبيا، معناها قوس كبير الترجي. يعني بالنسبه لنا احنا تو كان باش نحلوا الباب نتاع انه باش نقيموا الترجي سنة كايفكتيف كما قلت انت كما قلت الايفكتيف يعني سافوا مع تاريخ في انتظار المهاجم في انتظار المهاجم. ونزيدك سامحني سامي نقص عليك اليوم رائد الفائده ان شاء الله يصحح ان شاء الله. امين. والمهاجم مازال في جانفي باش تاجل الموضوع نتاعو. الترجي كفريق كامل ككل بعد باش نزيدك معلومه اللي صار انه عام ناول ما كانش عام ناجح، يعني ما كانش عام اللي استنى فيه الجماهير الترجي سيرتو في الشامبيونز ليغ في الفان تاع السيزون في الكوب في الروندمون في الكوب داراب، يعني هذا خلى الكل الديبار نتاع سنا واللوتور نتاع سنا باش يكون صعيب. وانا كنت متاكد اللي باش يكون صعيب، مثلا صعيب على شكون؟ صعيب على المدرب، صعيب على الجوارات، صعيب على الستاف، خاطر اللي كملنا به العام كملناه ابري معناتها في كي نقيموا تحت المتوسط. كملنا العام تحت المتوسط، خلى الديبار سنا صعيب. باهي صاروا لي ريكروتمون واستنينا في الريكروتمون هذوما باش يكون ريكروتمون كبار. لي ريكروتمون اللي صاروا ثم شكون فرحان بهم ثم شكون مش فرحان بهم. انت شنو رايك؟ بالنسبه لي انا لي ريكروتمون اللي صاروا عادي ماهوش ريكروتمون اللي قوي اللي باش نجم تقول هذايا معناتها باش سيمي اربع لاعبيه دوليين تقول لي ما شنو مش عادي. شكون اللاعبيه دي؟ حمد النقاز الاضافه نتاعو البارح احسن لاعب فوق المقابله. علي المرزوقي تقريبا في ليست الرجيم تاع المنتخب. وغايلان وبرمضان تقريبا من احسن متوسطين المدافعين في تونس معناها. برمضان ولد الجمعيه. اي ثم تيتي جديد بعد اللي صار معناها. غايلان ابارامون البارح ناقص فيزيكمون معناتها يعني الكره نتاعو مازالت مش حاضره، لكن احنا تو في الاسبيرونس اللي محتاجين له برشا على الاخر محتاجين جوار في اللاكس، محتاجين فون سونتر، محتاجين ريجيسور.
صانع العاب. هذوما ثلاثه هما الهامين. نتصور كان مشينا للتروا بوست هذوما كنا نجمو نشاو، قلنا كنا نجمو نشوفو يعني نشوفو جمعيه اخرى طريقه اخرى بلعب اخر. في الترجي توا مثلا تقول لي انا فعلا معك هنا توا صانع العاب سامي حتى في العالم الكل ما عادش يلعب صانع العاب. باهي تو ما عادش يلعب صانع العاب. اعطيني شكون ديستو في العالم نمشي معاك ما يلعبش صانع العاب. لكن في الاختيار الملاعبيه ثم سماهم الملاعبيه بوليفالون يعني يلعب ينجم. انا تو كي نختار مثلا الكاترو تروا باش نلعب به اللي يلعب به هو يلعب به الاربعه ثلاثه ثلاثه اربعه ديفونسوريت تروا بيفو افيك دو روليور اي تروا اتاكون. باهي في الدو روليور اللي عندي الكاليتي نتاعهم ما فيهم حتى واحد يقرب شويه باش تكون ان باسور. بالمضان وغالين ما يقربوش ماهمش دي باسور ماهمش لي باس ديسيزيف. باهي نجيو في التروا اتاكون اللي عندي ماهمش فيهم واحد ينجم يرجع نوفي دمي ولا ريجيسور ولا ان باسور في الفينيسيون يعني كلهم يكملوا لوكازيون ما ينجموش. يعني انت تو تشوف الترجي تو باش يبدل سيستيم دو جو شفته انا راه معين حتى البارح باش يبدل شويه. نسيم بن خليفه 9:30 اي كيما قلت نسيم ينجم يلعب الرول تاعك باقي ماهوش الكاليتي الكبيره اللي باش نجم نتعامل عليه. لكن البارح تو انت اونترونور باش يبدل شويه تكتيك يهز اللي جوش يحط اللي دروا ويهز اللي دروا يحط اللي جوش باش يبدل تكتيك لي شونجمون بوست بار بوست. ما تسكرت هنا ما تنجمش تلقى حل هنا برشا حاجات برشا دي ديتاي يخلوك تلعب في تشوف الماتش تلقاه من اول دقيقه ل 90 دقيقه هي بيدها هاو طلع للدروا هاو سنتر هاو ما تماش في الواحد هاو عوج الهوني هاو سنتر هاو لير جوست طلع هاو سنتر ما تماش تقرب ليكيب ما تماش ليكيب اللي تلعب مع بعضها كامله ما ثماش شونجمون دي بوست ما ثماش الكرياسيون ما ثماش كيما نقولوا احنا السير نومبر ثم برشا حاجات نزيد نحكي فيهم تاريخ تحكي. اما انا قلت لك الترجي ما تبدلتش. وليد دخول بقوه كان الترجي البارح في المقابله ظهر لي 3-4 بونت وضاعوا لو كان تسجلوا كان ما كان سامي نجم يحكي الكلام هذا وما تنسانيش قلت باش نقول لك حاجه. لا الاخبار اللي كنت اليوم كان من المفروض باش يوصل انيس البدري باش يصح عقد مع الترجي لكن في اخر لحظه مع تكلموا حتى الكلينيك حضروا رواحكم فيزيت ميديكال باش يعمل فيزيت ميديكال وكذا لكن في اخر لحظه سقطت الصفقه في الماء باعتبار انه انيس طلب انه يصحح كان اخر جوان نقولوا نحن يجي يرجع للترجي يرجع وبعد يمشي غيره. الطلب هذا قابلوا رفض من هيئه المدير الترجي وتحت الصفقه في الماء ومازال لاعب حر انيس البدري ما عندوش فريق دولي حتى المرشي في مصر سكر بعد اليوم يسكر اليوم دونك صعيب كان باش يلعب في مصر قالوا عنده عروض غادي. نرجع لك المقابله سليم مقابله النجم نقسمها لشاترين شتر الاول يعني باش نحكي على الترجي سليمان يستحق النتيجه اللي حققها البارح عرف كيفاش يرجع الشوط الثاني الشوط الاول صحيح ما جاش الفريق ما كانش موجود حتى سامي القفصي قال الحكايه هذه لكن الشوط الثاني فريق عنده شخصيه انك ترجع قدام الترجي وتسجل زوز اهداف حاجه ما يستاهل. الشوط الاول اللاعبين هما اللي يتحملوا المسؤوليه الحقيقه اسلام كي تجيك انت تسجل عملت صعيب تسجل في 7 دقائق لعب هدف حمد الهوني بعد تجيك 3-4 فرص وتستسهل بالطريقه هذيك معناتها الخصم نتاعك سي نورمال معروفه معناتها القاعده الاولى في كره القدم هي كي تضيع يرجع عليك المنافس وتخسر ولا تتعادل معناتها تحمل اللاعبين في الشوط الاول. لكن في الشوط الثاني الحقيقه عندي انا مانيش فني سامي لكن نشوف ونتفرج مانيش باش نحكم على الاشواط تاع معين لكن فاش نعيب على معين اسلام انه اليوم انت عندك لاعبين عندهم برشا ما لعبوش كيما غيلان الشعلاني كيما محمد علي بن رمضان كيما علي المرزوقي نعرف المشكله نتاعو من صفاق استسلام قعد برشا علي عنده عام تقريبا عنده عام تقريبا ما لعبش بن رمضان من مارس بالضبط غيلان كيف مع مالاتاي سبور قعد مده ما لعبش مع الفريق التركي نتاعو وين ربما نعيب على معين نعيب على معين تخلي اللاعبين هذوما الدقيقه 77 78 لعب في الاخر ما عادش ينجم يعطيك شفنا بن رمضان كيفاه شفنا غيلان كيفاه فانت في البنك عندك بالغيث عندك مزيان عندك بن خليفه معناتها المدرب حتى قبل اللقاء سيمونجي وسامي يعرفوا راهو يحذر في النجوم نتاعو يعرف كل ملاعب قداش عنده في سقيه كوره معناتها قداش نجم يمشي 50 دقيقه هذا 60 دقيقه وخر في التغييرات شوف وخر في التغييرات نتاعها خلى انه علاش الشوط الثاني سليمان طلع على الترجي فما معناتها فتيك ظاهر فما تعب كان واضح للعين دونك هنا فاش اللوم على معين في الجزء هذا الشوط الثاني التغييرات كانت نجم تكون قبل وشفنا كي دخل مزيان ودخل بن خليفه عطى اسيست الكوليبالي في الهدف
في التعادل مزيان نحرك الجهه اليمنى مع النقاز والنقاز لقاه اكثر حتى حريه ورياحيه رغم اللي هو زاد تحيه ليه كان احسن لاعب البارح الترجي وعنده برشا ملعبش لانه حتى كي تحول الفريق الاوروبي لعب فيه بعد ملعبش برشا مقابلات دونك الحقيقه صحيح الشوط الاول لاعبين يتحملوا المسؤوليه لكن رانو الشوط الثاني معين كان ينجم يتصرف في الرصيد المتوفر له خير من الطريقه هذه. سي مونجي شنو رايك؟ سينا برشا الترجي نسخه جديده من وثق السامي انا كيقول لي انتدابات عاديه انتدابات تشوفها من حجم الثقيل تقريبا اللي قامت به الهيئه. شنو رايك كيفاش شفت الترجي في نسخته الجديده؟ هو في النسخه الجديده انا نشاطر خويا وليد اللي انا عندك جوريات عندهم اكثر من عام ما يلعبش معناها اني با ان كومبيتيسيون وممكن راهو في التدريب يمكن الملاعبين هذوما غلطوا المدرب لان اون دو با كوم مش كيف كيف معناها التدريب والمباريات الاوفيسيال لان اليوم ابار حمدي النجاز في جوارات اللزوم اللي لعبوا الكل ولا لامبريسيون اللي ليكيب باش فيك يا با دو بروفوندور خاطر ما عادش ينجموا يلعبوا ياسر لي باس لاتيرال خلات اللي لي دو سول بروفوندور اللي صاروا هو البونتو الاول برمضان اللي خذا الفكره لا بلو ديفيسيل ا مون افي لان حط الهوني في الساق اليسرى وقت اللي هو عنده على اليمين وانا جوار افيك لو بي دروا وتشوف الهوني وين جابها الكره والبونت نتاع التعادل نتاع كوليبالي اللي صارت لون دو وسجل باش عدلوا. انا الحاجه اللي نقولها اللي اليوم راهو عندك جوارات اللي كي مونك دو كومبيتيسيون كي يدخلوا à la 60e minute كيما لا جيستيون في اوروبا توا يعطيو لو بلوس اكثر علاش باش يلقاو رواحهم ا ايغاليتي او نيفو سور لو بلان فيزيك. هذا انا الحاجه اللي عجبتني برشا البارح في فريق مستقبل سليمان والله انا ما نكتبش عليك كي مشى السي شاكر مفتاح بالعمل اللي عملوا في مستقبل سليمان ومن بعد كي شفت سي سامي القفصي جاء وشفت الفريق اول تجربه لي في الدوري الاولى مي سي حاجه اكسبسيونيل ولو انا جو نو سو با داكور مع الكومباريزون اللي عملها على البريمير ميتون بارابور على جواراته اللي انا راك تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي دونك ما عجبتنيش لان خرجوا من الفريق برشا ملاعبيه كيما الملاعب البنيني تجيني انا تجيني انا تركيا ورامي بوشنيبه كيف كيف اما شوخ ايمن محمود ما كانش موجود سي تري امبورتون دافوار لي جوار في معناها هو وكي لاريف ما عجبتنيش برشا الشو سيرتينمون اللي قالوا على ليكيب في البريمير ميتون راك تلعب ضد الترجي التونسي رغم ذلك الشيء اللي قالوا نشكروا انا على ما عادش اليوم عندنا تبارك الله ما شاء الله دي زونترونور ما عادش يسكر لك اللعب اليوم يحب يلعب الند في الند ما ننساوش السنه الفارطه زاد سليمان كان فايزه انا زيرو في تونس ومن بعد خسرت 2-1 وربحت حتى فرق كبرى ربحت الكلوب ويتوال وقلقت برشا صغير خسر زود الترجي 2-1 وقت كانت فايزه 1-0 معناها انا نشكرهم عليه الشيء هذا لكن نقول لخويا سامي القفصي نقول له حاجه اللي بوتيتر لو مونك ديكسبيريونس او نيفو دو معناها راو سي لي جوار كي فون لونترونور انت اليوم كي تلقى لونترونور عنده لي جوار عندهم لو سوتيان دو لور شيف ما تخافش عليهم لان نتفكروا زاد برشا اونترونير تقالت كلام ومن بعد الكلام هذا دار عليهم دونك اليوم انا نقول نشكرهم الفرق هذيا سواء نرجعوا على زاد كيف الفرق الاخرى ما عادش فما تسكير لعب اليوم كي تبدا عندك انت طه ياسين الخنيسي والفرق الكل يعرفوا طه ياسين الخنيسي سناريانا بورا افيك خويا سامي العروسي باسكو سي ان اوتر ستيل طه ياسين الخنيسي ا بوزوان دو بروفوندور ou techniquement ce n'est pas exceptionnel mais il a besoin de profondeur au coucher qui tel qu'un bloc bas il s'accarle il faut trouver les solutions mais j'ai l'autre ma femme tu sais ça que tu l'aimes ou ça que لا ما سكرتش سليمان عارفوا كيفاش يعملوا انا نقول سليمان اشاك فوا كي يخسروا الكره او نيفو دو لاتاك يرجعوا اللي الكره سكي ديفيرون بارابور على لي زاتاكون تاع الترجي الرياضي التونسي ما ils n'ont pas gardé le ballon باش الديفونس ترجع وتلقى روح لا بروف في البونتو الكره ضاعت في الدوزيام ايتون في او ميليو دو تيران كونتر اتاك ا سو نيفو لا كيفاش خرجوا الكره وكيفاش صار سو تفاهم
هو خطا فردي من شمام ظهر لي اكثر من الاثنين. لا كوفرتور تي موفيز وصار سو تفاهم خط شويه دخلوا في بعض. هو مشى المهاجم بدران شمام فهمت علاش خالط نورمالمون يعمل كوفرتور. هو هو الاصل في البونتو، الاصل في البونتو اسمه ثم الفوتبول فصيل ثم الفوتبول صعيب، يعني فوتبول ديفيسيل. مش تلعب الفوتبول السهل تنجم تلعب فوتبول سهل، تحب تلعب فوتبول صعيب تمشي للاوروب تفرج في الفوتبول صعيب. الفوتبول صعيب باش يقول لك، يقول لك البلوك. اش معناتها البلوك؟ معناتها ما يلزمكش تفوت ال 20-25 متر بين الاولاني والاخراني. الترجي مانيش باش نلوم شويه الديفونس نتاعها، لكن باش نقول لوان بعيد يخلي لاتاكون يجي يجري. فما 40 متر ما تجيش. هذا فوتبول فاسيل. اش معناتها؟ معناتها انا نقعد التالي نستنى نتبع. هذوما اللي جوار اللي ما يحبوش يعملوا الماركاج، اللي ما يحبش يطلع، اللي ما يحبش يحسر. هنا شنو يصير؟ يصير لك اللي حكيت لي يجوز ديفونسور يدخلوا في بعضهم يجريوا اون كورس ما يراش صاحبه فين، خاطر هو ماهوش حاصر صاحبه. سامحني جوست تولي الكوفرتور اللي تري معناها مال انتربريتي نتاعهم. انا نقول تو سامبلومون راهو يلزمنا نصبروا مالغريتو على معين. علاش؟ لان الجوارات هذوما راهو ديكي سيرون كومبيتيتيف، خاطر مش على المباراه الاولى راهو باش نحكم عليهم. اللي انا تحب ولا تكره لا كومبيتيسيون. انا شعلالي جو لي جامي في هكاك، لا عمري شفته نجاز، خاطر سي اللاتيرال وتبارك الله ما شاء الله الى امني لو بلوس مالغري تو، لكن حتى فيزيكمون في الاخر سيتي معناها صعبت عليه المهمه. لكن انا نقول يلزمنا نصبر على معين. اليوم يلزم نحب ولا نكره ان اتاكون دو ميتيي اللي كي كابابل باش يعاون طه ياسين الخنيسي. وتفكرني بقدره ربي ثم كان الخير. لكن اليوم ترجي راهو يحب ولا نكره كما قال خويا سامي، راهو سافاتيتر ديبيوت سيزون تري تري ديفيسيل. لان اليوم الناس الكل شفنا اللي جوار كي مونك دو كومبيتيسيون. علي المرزوقي سي مالورو، عنده برسك عام ونص ما يلعبش. هذاك علاش انا جيتي كونتر لا تيتولاريزاسيون نتاعو في من الاول. عملت لي اسيست ممتاز انت سامي العروس، حكيت على الخنيسي وعملت حتى شويه كومباريزون مع سامي العروس. سامي انت كنت مهاجم ونحن نسالك على ياسين الخنيسي، كان بلاصتك ممكن حمدي النجاز وفرحت قال لي بدا حتى يرجع في الفورمه ياسين الخنيسي في المقابلات الوديه. طولت شويه الباساج فيد نتاع ياسين رغم اني انا نحبه برشا خاطر ملاعب جونيور برشا في اللعبه نتاعو، وكنت نامن انه من احسن معنا في تونس وممكن حتى هو احسن معنا في تونس، لكن طولت برشا الباساج فيد. سامي هل يصلح ياسين الخنيسي باش يكون المهاجم الاول في الترجي توا؟ اللي زاد تكون اللي في الترجي كل باين، نحكي معك برسمي باين، يعجبوني باين من الزويني، لكن قاعدين يذيعوا. شو معناتها قاعدين يذيعوا؟ يعني انت تو عندك مثلا الخنيسي، نجيو للخنيسي، تحب تعرف الخنيسي؟ تو باش تقول لي ثم تسع انواع نتاع تاكونات، ثم لاتاكون الي، ثم لاتاكون دانتيريور، ثم لوف ادمي، ثم تاكون دي سيرفاس، ثم لو رونار، ثم لاتاكون بيفو، ثم لاتاكون كومبلي، ثم برشا انواع نتاع تاكونات. انت تقول لي الخنيسي شنو النوع نتاعو مثلا؟ نقول لك انا سامي العروسي كنت اتاكون رونار. اش معناتها نلعب على ديرنيير ليني نكسر لور جو، نتبع الكوره، نشرشي للاونتر ليني، نكون نلعب على ديرنيير ديفونسور، نعرف كيفاش نقف، نعرف عندي نعرف لي كاليتي نتاعي. هنا تقول لي الخنيسي شنو هو؟ اتاكون شنو هو؟ نوف ادمي؟ لا. تقول لي بيفو؟ نقول لك لا ما يرجعش للتالي ما عندوش لي كاليتي. اي شنو؟ باش تقول لي اتاكون كومبلي؟ باش تقول لك لا. باش تقول لك انا اتاكون رونار؟ لا ماهوش قاعد يلعب الكره الصحيحه نتاعو. اش معناتها يلعب الكره الصحيحه نتاعو؟ ما يعرفش يكسر لو رجل وعنده لي كاليتي بوينت فيتيس اقوى مني راهو. ما يعرفش يلعب على ديرنيير ديفونسور. ما يعرفش يمشي البريمير بوتو، برشا سونتراجات في البريمير بوتو كي ينجم يكون فيها، ما يعرفش يعمل ابيل ودوبل ابيل، ما يعرفش يختار البوزيسيون تاع انه كيفاش يمر. هنا حتى سامحني خويا سامي، حتى او نيفو دو لا ريميز سي با ان بون ريميزور. حاجه اخرى راهو ما يلزمناش زاد، يلزمنا زاد نصبروا عليه هو زاد. علاش؟ لا 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 نقول لك علاش. شوف لي زاتاكون اللي كانوا معاه البلايلي كان البدري بقير سائد اليوم لو ميليو دو تيران دو لسبورون سبورتيف دو تونس ما كانش مردود كبير برشا. ثم حاجه صعيبه ثم حاجه صعيبه هي صعيبه انك تو في الفوتبول ثم ديدي طاير يحكموا كي تبدا تلعب مع جمعيه افون سونتر. انت باش ماركي البونتو الاول ولا باش ماركي البونتو الثاني ولا باش ماركي البونتو الثالث؟ انا تو باش نحكي في موضوع ما نحبش نحكي فيه برشا خاطر هذه قرايتي. كي تماركي البونتو الاول تصعب عليك، يلزمك انت تحل الجمعيه. فهمني ولا هيك؟ الجمعيه متبلوكيا ما ثماش سوليسيون. كيما صار لنا الرجاء، كيما صار لنا برشا ماتشات، وين لافونسونت اللي باش يماركي لك البونتو الاول اللي باش تحل به اللعبه؟
تم ديزافونسون تر ناجحين. كيفاش ناجحين؟ تلقى كما قلت انت عنده ديزاتاكون اخرين وعنده ديزيلي يماركوا له البونت الاول يماركوا البونت الثاني تلقاه بعد هو داز البونت الثالث مارك البونت الرابع ويمشي كيك ويخرج لك يخرج لك بيتور زاد. كما قلت السنه صعبت عمناو السنه صعبت ما عندكش ديبيتور القدام. احنا اسمه فانجير يقول برسا احسن جمعيه في العالم يقول لك عندها تلعب 4 و 3 من احسن الجمعيات يقول لك عندها 3 اتاكون بيتور عندها ميسي وعندها نيمار كان وعندها سواريز ثلاثه كل مره يماركي لك واحد وتسهيل اللعبه. تو صعيبه اللعبه صعيبه على خنيسي. خنيسي تو مطلوب عليه لازم يمارك هو البونتو الاول ما تمركاش البونتو نيل لازم يمارك البونتو الثاني باش تربح ليكيب يعني ثم شارج يراجع عليه. هنا شنو نقولوا واحد باش نقولوا هل انه من الخنيسي من ليكيب كما قلت انت يعني ما عندوش دي سوتيان والخنيسي ينجح برشا مع ذاك الريجيسور في الميكرو سمير الخنيسي ينجح برشا ذاك الريجيسور. علاش؟ خاطر كي تلعب 3 بيفو دو روليور يحلوا لك وبيفو التالي ثم سيركل كبير سيركل يقعد له كبير برشا يتحرك فيه يتعب فيزيكمون ما يلقاش الكره لوتا. انا مره اسكندر سويح قال منعني سامي العروسي. كيفاش ما كيفاش منعه سامي العروسي كان يلعب بعلي زيتوني وكانديا في اللي والاتوال هرب 7 بوان واسكندر سويح عدى اخي اللي علاش خاطر يقول لي كانديا وزيتوني يقول لي كانديا وزيتوني يهربوا يمشوا لل18 زوز جواريت تاع 18 متر مش واحد يخرج منهم الزوز. واسكندر سويح ما يلعبش الباسلان كيما الكنزاري يحب يلعب باس كور ويحب يكور لوتا ويحب ياخذ دوزيام باس ويحب يخرج حتى الباس اللي باش خرجها الاخراني. اول تروح لعبت معاه ديربي خرج ميور بيتر ميور جوير في التيران. وليد بن حمود ما يستحقش فرصه هنا؟ يستحق اكيد اكيد يستحق معناتها الترجي راهو دفعت 500 مليون في لاعب في اللاعب بن حمود اكيد معناتها فما خمسه في البوست نتاعو فما اقتناع اكيد مش لاعب مش نتاع جناح ايمن الحقيقه معناتها سليم شفنا في هذه المقابلات ما عندوش ما واحد ضد واحد ما ينجمش يعدي لا بالفيتيس لا باغ كونتر رزين على الديفونس اي رزين واخر الموسم سجل هدف تذكر الهدف نتاعو ضد الاتحاد الرياضي المونستيري بالراس تاع مهاجم صناعي عنده صنعه معناتها فهمت كنت نتصور انا ينجم ياخذ فرصه اكبر. حتى البارح علاش قلت لك معناتها تبت في دقيقه 89 شو ينجم يعمل بن حمود البارح معناتها والبارح راه رد بالك ياسين الخنيسي كان عنده انا تو نقاس عطاه برشا كبر على اليمين معناتها ريتري معناتها كان كيما قال لك سامي شق ولا قص بين المدافعين كان ينجم يسجل باسكو فاسيلمون فهمت القناص هذاك لو بيتور ديسيزيون تاخذها رابيد تاخذها رابيد وحاجه اخرى خويا وليد والله يسامحني على بور باش نحكيو على لا 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 معناها ثم حاجه زاده اذا كان ما فماش لا سوليوشن تاع ياسين الخنيسي ونعرف الترجي الرياضي التونسي سوفون على لو بلون بي كو سوا سور بالاريتي كوفرا ولا حاجه. لكن ما ننساوش اللي كانت نقطه القوه حتى وقت مع خالد بن يحيى سيتي لو دوبلي اون سو سوفيا 84% دي بوت ماركي دو ليسبيرون سبورتيف دي تونس ايتي سور بالاريتي دونك اليوم على السيزون اللي حكى عليها جو كرو 3-2 الماتش الاخراني في راتس نو 3-2 مع ليتوال تشوف حاجه معناها حاجات خياليه صايره لي سوليسيون كانوا موجودين والماتش وفا والايتوال والاسبيرانس ربحت 3-2 وهزوا التيتر فريمون سيتي اكسترا اوردينير. دونك يوريك اللي وقت اللي ما فماش اون سوليسيون كوليكتيف يلزم تلقى لا سوليسيون انديفيديوال. اليوم ماهوش موجود هو المشكل من السنه الفارته راهو سيمونجي في الترجي اليوم احنا كي نعرفوا عمناو انيس البدري يلعب بشتر سيزون كمل هو احسن هداف بثمانيه بونت معناتها هنا يطرح مشكل تاع انه فما مشكل تاع مهاجم في الترجي وفما مشكل يتبع فيه عنده مده حتى تشوف الزوكازيون البارح نجيو لزوكازيون البارح ثم نومبر دو زوكازيون ثم كوره نتاع الهوني سهله ثم كوره اخرى سهله يعني هنا لونترونير يقول لك انا هاي نخلق في لوزوكازيون وهاني وصلت للكاج وشبيه ما ماركوليش وبالطبيعه كما قال وليد يقول لك زاد اللي ضيع ينجم يقبل. هنا نجم نقولوا اللي بالرسمي نجم نقولوا نخافوا لو ندخلوا في الدوت الدوت انا والدوت اكل كل واحد يطيش الحمل للاخر يعني نقول انا هاني خلقت انا اونترونور هاني خلقت ليزوكازيون جوار يقول لك انا ما عادش نضيع انا باش نضيع باش يلوموني انا تولي المشكله وين المشكله تولي اللي الدوت هذايا احنا نخافوا منها ولذلك احنا نقولوا ان شاء الله لونتوراج نتاع ليكيب يكون رابيد وترجع فيس على الماكينه تمركي وكاو باهي الاخبار مع زميلتي فدوى تركي بعد نرجع نحكيو على بقيه المقابلات.